تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، شرعت وزارة الإسكان في تسليم عقود وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني وسط إجراءات احترازية راعت فيها الوزارة جميع الإجراءات المتبعة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وقال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام السكاني أو الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي، مؤكدا أن تسليم عقود وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يأتي استكمالا للبرنامج الزمني المعد لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة، وأن الوزارة حرصت على استكمال إجراءات توزيع هذا المشروع واستئناف البرنامج الزمني للتوزيعات من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير المساحات اللازمة لتطبيق التباعد الاجتماعي، حيث تم تحديد أكثر من نقطة داخل الموقع لتسليم العقود لمجموعة محددة من المواطنين، مع التشديد على ارتداء الكمامات وتحديد فواصل زمنية متباعدة بين مواعيد المواطنين لضمان عدم تواجد أكثر من 5 أشخاص في كل نقطة توزيع. وأضاف أن توزيع عقود ضاحية الرمل يمثل مكتسبا إسكانيا جديدا يضاف إلى إنجازات المسيرة الإسكانية بالمملكة، موضحا أن تلك الخطوة تأتي إذانا ببدء تشغيل أحد مشاريع مدن البحرين الجديدة.